النور اكتب لنا هيا نتعلم كيف نرسم أشياء جميلة بهذا القلم النور الرسام نرسم شكلا ونضيف لونا فيصبح حقيقة هل هذا ممكن؟ النور الرسام ابدأ على مهل إنه شيء سهل بقلم وورقة هذا هو الحل النور الرسام ارحم ارسم لنا قطارا مرحبا مرحبا يا أصدقاء هل رأيتم يوكو؟ لا يجب أن نلتقي هنا لركوب الدراجة تدعواني للانضمام إليكما مرحبا ديزي المشكلة أن دراجتي لن تتسع لنا جميعا فهمت لا تقلقي ديزي سيجد أرنوب حلا صحيح؟ يجب أن نستخدم وسيلة مواصلات أخرى سأعود ألم أقل لك إن صديقي ذكي جدا؟ ماذا سيفعل يوكو؟ أظنه سيرسم دراجة خاصة بالأبقار لا يوجد شيء كهذا سأرسم لك قطارا يوبي سيرسم قطارا لكن لماذا؟ يوكو لأن القطار يتسع لنقل الكثير من الأشخاص والبضائع ديزي. شكراً يوكو أرى القطارات يومياً وغالباً ما أشاهدها تنطلق أمامي بسرعة أرسم أولاً قاطرة القيادة أرى القطارات كل يوم سنبدأ رسم حجرة القيادة بمستطيل كبير صديقتي يوكو هل ساعدتني؟ نعم بالتأكيد سأرسم مستطيلا كبيرا ممتاز والآن أرسم مربعا للنافذة ها هو ثم أرسم القاطرة الأمامية أولا أرسم خطا أفقيا أرسمي مثله في الأعلى توقفي والآن يوكو صلي الخطين ها أنا قادمة ماذا سأرسم الآن؟ مدخنة جميلة أحسنت ديزي لا شيء يذكر أرى قطارات كل يوم يوكو أرسمي مستطيلا صغيرا وفي الأعلى أرسمي شكل قمة هكذا؟ أحسنت ولإنهاء القاطرة الأمامية علينا أن نرسم العجلات يا أطفال هل تعرفون القطارات؟ أجل واحد اثنان ثلاثة أربعة ويجب علينا ألا ننسى المكابح لكن أرنوب ليس هناك متسع لديزي في قطارنا لذلك علينا أن نرسم المقطورات صحيح سنرسم مستطيلا كبيرا خلف قاطرة القيادة أنا سأرسمها وأنا سأرسم العجلات والآن حان وقت تنويه هذا قطار جميل إنه ليس كالقطارات التي ترينها كل يوم إلى القطار
دايزي. مرحبا روز، انظري إلي، وأخيرا أنا أركب القطار. أود أن أركب القطار. لرسم قطار نبدأ رسم مستطيل لحجرة السائق ومربع للنافذة، ثم نرسم مقدمة القطار. في الأعلى نرسم مستطيلا فوقه قمع للمدخنة، ثم العجلات. واحد، اثنان، ثلاثة، وأربعة. ثم نرسم خلف القاطرة المقطورة والعجلات أيضا. واحد، اثنان. تستطيعون اختيار ألوانكم المفضلة.